تهم مكة للإنشاء والتعمير. بسم الله. سجل في عام 2006 أعلى قمة 247 ريال و80 هللة تاريخيا منذ إدراجه في السوق، وسقط منها في عام 2006 في الانهيار الأول ليسجل قاع تاريخي كان عند 59 ريال. هذا هو القاع. ولو ترجعوا للوراء في عام 2004 ومطلع 2005، أساساً هو أسس من 59 ريال، أسس منها الموجة الكبيرة اللي وصلته 247. وكان هذا القاع اللي قبله تقريباً 58-40. فلما نجي نقول 58-40 و59 في مكة، هذه تعتبر إيش من حيث موقع السهم الآن؟ من أهم إيش؟ من أهم الدعوم الاستراتيجية التاريخية. مكة لما كتب الله لنا، لما جاء في عام 2006 مرة تانية، لاحظوا فين طلع لما ارتد من هذا القاع أول مرة. سجل الأعلى 112 ثم عاد. انظروا ماذا حصل مرة أخرى في عام 2006 وفي عام 2007. تونا كنا بنقرأ قيعان عسير ونقول عسير، إلى الآن ما تخطى قيعان إيش 2007. قيعان عسير في 2006 طلعت معانا 69 ريال، لكن في عام 2007 كم قيعان عسير؟ كانت 28.75. سهم مكة للإنشاء والتعمير احترم، لو تلاحظوا تاريخيا بعد ما تخطيناه، شوفوا جلس يفحط هنا، كان دائما يلعب عند هذا القاع التاريخي. الشاهد في الموضوع، خلونا نعيد القصة شوية، ما أقدر أختصر، أنا ما أقدر أختصر لأنه الكلام اللي بقوله الآن قديما ينفعنا حديثا. في مثل إيش يقول؟ إذا أردت أن تعرف المستقبل فلا بد أن تعرف إيش، لابد أن تعرف الماضي، فالماضي قد فالمستقبل كان التاريخ يعيد نفسه أو قد يحاكي الماضي. طيب يا شباب، لاحظوا سهم مكة لما نزل في عام 2007 حاول يطلع، كم كان الأعلى؟ 50.5، رجع طاح فكسر 2007 إلى أن وصل الأدنى في الأزمة المالية العالمية 18.5 ريال. وبدأت الرحلة، عندما بدأ يصعد أي مقاومة واجهته تعبته، هذا القاع المكسور عند مستوى 31.5 قاع 2007 إلين كتب الله له في 2021 يتمكن منه، ومن الإغلاقات فوقها مع متوسط 50 على الشهر، وراح بدأ يتحرك مكة، فواجه متوسط 200 ما قدر يعديه بالساهل، فجلس سنة حتى تمكن في عام 2013 من الإغلاقات القوية نوعا ما فوق 200، فبدأ التحرك إلين وصل عند 100 فتخطى، فبدأ السهم يطلع. وهو طالع مكة تخطى إيش؟ تخطى 58.5 59. لاحظوا إيش سوى في 2014 أو 2013، احترم، حاول يختبر، ثم عاد فصعد، فذهب إلى فين؟ فذهب إلى أعلى مستوى قريب 119 ريال، ثم سقط. كل ما يجي يقرب السهم أحبتي
من مناطق الستين والتسعة وخمسين يدخل في موجة صاعدة. كل ما ينزل جاء في المرة اللي بعدها وطلع في 2017 تخيلوا سوى أعلى جديد، وكان هذا الأعلى 123.5، وكانت كلها عبارة عن ارتدادات من فوق 23 فيبو توصل إلى 38 فيبو من 2006، ولكن سبحان الله ما يغلق فوقها الشهر اللي بعده يكسرها ويبدأ التصحيح. فسوى قمتين متجاورتين، واحدة هنا كانت في 2014، واحدة هنا في عام 2017، ثم سقط السهم. أين كان القاع؟ 55 ريال، ولكن أين الإغلاق الشهري؟ فوق 58-59. هذه معلومات يا أخوان لله ثم للتاريخ. متى أنا أخاف من مكة كمستثمر أو استراتيجي من عيار ثقيل؟ إذا كان السهم يميل إلى كسر إيش والإغلاقات الشهرية تحت كم؟ 59-58.5. بناء على إيش؟ بناء على هذه القراءة التاريخية اللي نحن بنقرأ. لكن الآن في عندنا في الفترة الأخيرة ومن قاع كورونا شيء يؤكد هذه المعلومة. فلو كبرنا الصورة شوية لوجدنا، لو سحبنا ترند في مكة صاعد من قاع كورونا، سنجد أن بمجرد أنك أنت بتكسر 59 أو 58.5 أساسا أنت بتكون خارج المسار أو القناة الصاعدة منذ اللي بنيتها من قاع كورونا. حلو، هذه معلومة كده أنا حبيت أسلطن معاها فيكم لله ثم للتاريخ. لكن خلونا نجي نشوف على الشهري ماذا فعل مكة خلال شهر 5 مايو. استطاع لأول مرة ومنذ أن كسر متوسط 200 على الشهري في شهر 3 من عام 2020 اللي حصلت فيها أزمة كورونا، لم يفلح مكة بالإغلاق الشهري فوق 200 بقوة إلا في شهر 5 من عام 2021، واستطاع أن يتخطى المتوسط عند 65-55 هلل. وهذا الاختراق في شهر 6 قادوا لأهم مقاوماته على الإطلاق على الشهري. فلو كنا بننظر على الشهري لهذا الشهر، أين ستكون المقاومة الرئيسية على الإطلاق؟ هي أول 23 فيبو من 2006 مرة تانية، وحتكون متوسط وحتكون سقف القناة، وهي تقرأ تقريبا عند مناطق 72-60 أو قريبة 73 ريال. مظبوط، وصل عندها مكة وجنى أرباح وهد. والآن أين يقف مكة؟ يقف مكة على أحد المطبات والخطوط العرضية، وعندنا مطبين وليس مطب واحد، في مطب هنا كمان فوق المتوسط. هذا المطب عند مستوى 66 ريال. يعني مكة يا شباب قريب دعوم للمناورة اليومين دي. أهم دعم عندنا 66 ريال، عفواً أهم دعم عندنا 65-55 اللي هو المتوسط. فنقول وبالله التوفيق، مكة يقف عند دعم قريب 68، والدعم الاستراتيجي 65.5. لو نزل مكة فكسر قاع مايو، كسر المتوسط، أين سيذهب مكة خلال شهر 6؟ لو كان داخل هذا الشهر هو كاسر 65.5، يصبح خط الترند اللي شايفينه
وخط القناة قريب 61.5 62 ريال تقريبا. أهم دعوم مكة الاستراتيجية على الإطلاق على الشهد. لأنه يا جماعة لو جاء واحد قال كيف أعتبر، طيب ليه ما خليت المتوسط هو الدعم الشهري؟ بكل بساطة إيش نقول؟ نقول الإغلاق اللي قبله على الشهر فوقه، والشهر ما قفل، فلو نزل أثناء الشهر ترى ممكن يتمندل فيك، ينزلك عند الترند ويرجع بشمعة وتد فيغلق فوق 65.5 وكأن شيئا لم يكن. فلازم تعرف أنت لو أنه كاسر هذا الشهر معناه ممكن يسوي الحركة دي، فأين يصبح الدعم الاستراتيجي؟ قريب 62، وممكن على النظرية بالراحة 63 ريال. هذا السهم لو إنه حصل عنده هذا السلوك، طيب السهم وقف هذه اليومين فوق 68 فتحرك فتخطى حاجز 70 71 ريال. أين المقاومة الشهرية على أهم مقاوماته على الإطلاق؟ عندنا رقمين مهمة، رقم الفيبو اللي انتو شايفينه ده الرئيسي، وعندنا المتوسط الأزرق متوسط 50. يقرأ هذا الرقم 72.60 الفيبو، ويقرأ 73.70 متوسط 50. وهذه من أهم المقاومات على الشهر، لو اقتحمها خلال الشهر بدون إغلاق شهري كشف السهم متوسط 100، ومتوسط 177.80 على النظرية. وانت تقعد طول الشهر تتمنى لو وصلت هناك انك ما ترجع فتكسر 73.70. ولو كتب الله لنا اغلاق شهري خلال الفترة القادمة فوق الارقام دي، ماذا نتوقع؟ نقول وبالله التوفيق، ولا ليش مستعجلين؟ انت على طول راح تتجه الى القمة حقة 2017 وتسحب الفيبو منها، مع انه تقدر تسحبها الان، لكن خلاص حندخل في التفاصيل، لانه لو نبغى نستمر على بيانات الفيبو من 2006 ما راح تنفعنا كثير لأنه بعيدة 106، لكن حنضطر إننا ندخل في تفاصيل الفيبو حق القمة الأخير. فلو سحبنا الفيبو من 123.5 مرورا بقاءنا التاريخي في عام 2020 في شهر 5 اللي كان عند 54، شوفوا ماذا بيّن لدينا هذا الفيبو. بيّن لنا 70-40 أول 23، وهذه ممكن نستفيد منها كمقاومة في الطريق. نحن قلنا 71، ممكن نقول 70-40 تكشف لنا الفيبو الكبير 23. لكن لو اخترقنا 50 مع 100 كشفت لنا 80.5 وهي تمثل 38 فيبو. ولو تأملنا في الخطوط العرضية سنجد أن هذا الخط المنقط أيضا كان قيعان 2016 أول مرة نحط عليه دوير، وهذه 80.5 يا أخوان أجمل أهدافنا من فوق سقف القناة والمتوسطين. وعندها لكل حادث حديث، هنا يبدأ الحديث وندخل في موضوع النسبة الذهبية والموجة الرئيسية من 2017 وأبعادها بحول الله 96-95-97 ريال. وممكن نسوي حركة تانية، نجي ناخد السهم من هنا لهنا عشان نمشي على مراحل ونوديه كده فوق الاختراق. لو حصل هنا حيصير عندنا، لو أخذنا سقف القناة كده ممكن هذا السقف
لو كان صعودنا ليس على مستوى شهر واحد وإنما أخذت العملية أكثر من شهر، ممكن تتوافق هذه المناطق مع مستويات قريبة النسبة الذهب. علم وبكده يا شباب نكون قد حللنا سهم مكة للإنشاء والتعمير تحليل استراتيجي. أتحدى إنك ممكن تفكر ترجع لي إذا فهمت وعرفت المحطات الكبيرة فيه، إنك ترجع تسألني ولو بعد شهرين وثلاثة، لأن الخطة والطريقة واضحة والأهداف واضحة والمراحل واضحة والمحطات الرئيسية واضحة. المقاومة تخترق تتحول لدعم، والدعم يكسر يتحول لمقاومة. نروح للسهم اللي بعد.